بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفوا. بعد حضرنا وشرفنا بحضور فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الغرامي نائب رئيس الدعوة السلفية يكلمنا عن آفات الإمامة، وإن كان هناك من المستجدات يخبرنا بها بإذن الله تبارك وتعالى. فليتفضل مشكور. تفضل الشيخ. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا شك أن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، والراجح من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الأعيان، فرض عين إلا من عذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قال: ومن عذر؟ قال: خوف أو مرض. ومن لوازم إقامة صلاة الجماعة وجود الإمامة، كما أن صلاة قيام رمضان شرعت، وهي من النوافل، شرعت سنة مؤكدة في الجماعة كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترك المداومة عليها خشية أن تفرض على الأمة. وجمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد وسماها بدعة، يقصد في اللغة، ولذا حسنها، فليست بدعة شرعية، لأن كل البدع شرعا هي ضلالة وكل ضلالة في النار. وحاشى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يحسن أمرا من الضلالة ويعني يكون من أمر النار. وصلاة الجماعة في رمضان خصوصا في صلاة التراويح لها بريق ولها أهمية قصوى، إذ يلتف المسلمون حول كتاب الله عز وجل ويعمرون المساجد بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لو حسن يعني استغلال هذه الفرصة العظيمة في الطاعة لكان ذلك من الثواب الذي نرجوه. أول الوصايا للأئمة في هذا الباب هو الوصية التي دأب أهل العلم على تصديرها دائما، تصدير كتبهم بها، هي الإخلاص لله عز وجل وعدم الرهاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم رجل فيصلي من أجل رجل، وهذا قد يقع في أصل العبادة، وقد يقع في كمالها، وقد يقع من أولها، وقد يقع كخواطر تحصل للإنسان بعد شروعه فيها. ولا شك أن الجمع الغفير مما تغلب فيه النيات، فيخشى على الإنسان أن يغلبه النظر إلى الجمع الغفير وحصول المباهات بأيهم أكثر جمعا، ليس من أجل الثواب، لأن صلاة الجمع الكثير أعظم ثوابا، فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر
فهو أزكى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النية كما ذكرنا يقع فيها يعني صعوبة بالغة، فأعمال السر الإخلاص فيها أهون، والإخلاص في العلانية عزيز. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. وكما ذكرنا قد يقع في أصل العبادة، يعني هو من البداية يعني يريد أن يؤم لكي يقول الناس أنه قارئ، كما نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار من قرأ القرآن ليقال قارئ، وقد قيل يؤمر به إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. قد يقع في صفتها، أي في كيفية القراءة، في التطويل، في التقصير، يعني في يعني ذلك أن الأمر يدخل فيه ما يطلبه الناس، كثيرا ما يدخل ما يطلبه الناس. نعلم أن الأمر بالتخفيف مطلوب، وأن الرغبة في أن يطيع الناس ربهم ويتمكنوا من ذلك أمر مشروع، ولكن الفرق بين أننا نقدم ما يريدونه حتى ولو كان لا يغير من حالهم ما ينبغي أن يتغير، وبين أننا نريد أن نعينهم على الطاعة، وفرق كالشعرة. نسأل الله العفو والعافية. فلا بد أن يكون الاهتمام. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال له أبو موسى: لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. هذه سنة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الغرض من ذلك تحقيق مزيد من الخشوع، وتحصيل رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو من رضا الرب سبحانه وتعالى وعلامة عليه. وأما تحصيل رضا الناس فهذا أمر لا يمكن أن يدرك، كما أننا إنما يجب أن ننوي أننا نريد أن يعبد الناس ربهم، وأن يحبوا ربهم، وأن يحبوا كلامه، وأن يؤثر فيهم القرآن، وليس أننا نحب أن نقدم لهم ما يرضيهم ويكون مضغة للألسنة حتى يتكلم الناس في الأماكن المختلفة بأن فلانا صوته من أحسن الأصوات أو نحو ذلك. لذلك نقول كيفية القراءة أن تكون بالتشاور مع أهل العلم والدعوة القائمين على المسجد الذي تصلي فيه، أن يكون بالتشاور معهم حتى يكون القدر الذي يحصله في القراءة هو القدر الذي يحتمله الناس ويحقق الغرض. وإن كان الناس لا يحتملون أكثر من قدر لا يكفي في حقيقة الأمر لحصول الإصلاح القلب بأن يتأثر بآيات القرآن كلها، وأقل ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في كل شهر. والظاهر أنه كان في قيام الليل طول العام، وظل ذلك يستزيده عبد الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل أسبوع. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. قال: اقرأه في كل سبع؟ قال: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. نقول إذا يعني هذا الدليل على أنه كان في قيام الليل، لأنه لما كبر عبد الله كان يقرأ ورده بالنهار ليخف عليه بالليل. هذا الدليل على أنه كان يراجع نهارا ليكون أهون عليه ليلا، لكي لا يطول عليه. وهذا نقله النووي رحمه الله أن أكثر الصحابة كانوا يختمون كل أسبوع، وكان تحزيبهم للقرآن على ذلك، يحزبون القرآن ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وأحد عشر وثلاث عشر، يعني أو ثلاث سور،
الفاتحة والبقرة والعمران، أو الفاتحة مش معدودة تبقى البقرة والعمران والنساء في اليوم الأول، واليوم الثاني يقرؤون خمسة سور، يقرؤون المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة وهكذا، ثم سبع سور، ثم تسع سور، ثم 11 سورة، ثم 13 سورة، ثم المفصل اللي هو بقى على قولين أوله الحجرات أو أوله سورة قاف. اللي بيقول إن الفتحة مش هيعدها يبقى أوله سورة قاف، واللي بيعد الفتحة يبقى أوله سورة الحجرات. هذا هو المشهور في هذا الباب. نقول ما إذا كان لا يكفي فليعفل، يعني إما أن يجعل القارئ يعني لنفسه وردا خاصا، وإما أن يجعل مع طائفة تريد أن تكمل مرة كل شهر ولو في وقت آخر. والصواب أنه لا يكره فضلا عن أن يكون بدعة الزيادة على 13 ركعة، لكن خلاف الأولى، الأولى أن يختصر على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن إذا كان هناك تخفيف فليزد من عدد الركعات. هذا فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما من يبدع ما زاد على 11 ركعة فهذا القول هو البدعة، هو المحدث. نعود فنقول الإخلاص واجب في أصل العمل وفي كيفيته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياء أن يقوم رجل فيصلي من أجل رجل يطول صلاته من أجل رجل ينظر إليه، وكذا أمر تحسين الصوت من أجل أن يمتدحه رجل أو يمتدحه الناس ويمتدحه الرجال والنساء. وهذا باب خطير يعني يدخل منه الشيطان إلى القلوب، نسأل الله العافية. فهذا الباب يعني معروف يعني مدى الخطر فيه، لذلك نقول تحسين الصوت يجب أن نقصد به أن يكون أعون على خشوع المصلين، وأن يكون أقرب إلى تدبرهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وصلاة الإمام مؤثرة تأثيرا كبيرا في صلاة المأمومين، وذلك أنه إذا قرأ القرآن متدبرا متفكرا كان ذلك طريقة خفية الله أعلم بكيفيتها مؤثرة في كونهم يتدبرون ما يعني أكثر مما لو كان حسن الصوت دون تدبر. ولذلك نقول من الآفات الخطيرة في هذا الباب أن يكون هناك مد يعني تنغيم للأصوات بغير تحقيق المقصود وهو مزيد الخشوع ومزيد التدبر. هناك من يكون همه فقط الصوت، أحيانا يكون يعني التمديد المد ويعني التنغيم الصوت يعني مخرجا عن التدبر، فينبغي أن يكون الإمام حاضر القلب في أثناء القراءة لأنه أعون لنفسه ولغيره على إحسان العبادة، على تدبر القرآن والتأثر بإصلاح القلب وإصلاح العمل بالقرآن العظيم. كما ذكرنا قد يدخل الرياء على العمل بعد بدايته على الإخلاص، يعني الشيطان لا ييأس من الإنسان، يبدأ أولا في يعني بنية خالصة، لكن الشيطان لا يتركه حتى يوسوس إليه بأن فلانا قد أعجبته القراءة، فلانا في يعني كأنه الآن يعني يعظم قدرك، يعني يوسوس له أثناء الفعل. هذا إن دفعه فتم العمل على الإخلاص لم يضره بلا خلاف، كما ذكره ابن رجب رحمه الله. وأما إذا استمرت معه خواطر الرياء فهذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال يحبط العمل،
ومنهم من قال يجازى بأصل نيته، وهذا هو الظاهر إن شاء الله. وخواطر الرياء يلزم دفعها، وأن يتجه الإنسان بقلبه إلى الله عز وجل، ويستشعر علوه سبحانه وتعالى وفوقيته واطلاعه ووقوف العبد بين يديه يوم القيامة. من الآفات المتعلقة أيضا بهذا الباب، في باب الإخلاص وكذا، ومتعلق يعني أمر يعني سد ذرائع الفتن، مسألة يعني اختيار قراءات الغريبة التي يشغل الناس القراءة بها، يعني من نحو أنواع ليس فيها فائدة في التدبر، يعني أن هناك من القراءات ما قد يكون فيه ثمرة زائدة في معنى جديد، يعني يغفل الناس عنه في معنى الآيات، فيكون ذكره من هذا الباب ليس ممنوعا. وأما ما كان من مجرد يعني استعراض كما يقال أمام الناس في أن فلانا يحسن القراءة بالقراءات المختلفة، فهذا بلا شك خطر على صاحبه وفتنة لكثير من العامة الذين لا يحسنون هذه القراءة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ كل كما علم، خصوصا في العبادة. أما في مقام التعليم فهذا الذي ينبغي أن يكون فيه التنويع والقراءة المختلفة. أما المجامع التي يراد بها العبادة والتدبر كالخطبة مثلا، فإنه إذا قرأ في الخطبة آية بقراءة غير التي يعرفها الناس، لا لغير المعنى المقصود، كمن يوضح تفسيرا مثلا لمعنى معين فيحتج بأحد القراءات فهذا لا بأس به، لكن في الخطبة وفي صلاة الجماعة ونحو ذلك أن يقرأ بالإمالات ونحوها ما يشوش الذهن وقد يحدث فتنة. أنا ننصح إخواننا بأن يتجنبوا مثل هذا الأمر، وأن يقرأوا بالقراءة التي يعني قد علموها. مقام الدرس ليس هو مقام الصلاة بالناس، مقام الدرس هو الذي تعلمهم فيه القراءات وتعلمهم فيه وجوه الأحرف المختلفة. يعني أيضا من الأمور التي يعني لا بد أن ننتبه لها في أمر الإمامة، هو يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أم بالناس فليخفف. وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام تطبيقه العملي صلاته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هناك تفاوت في صلاته صلى الله عليه وسلم، فأحيانا كان أمهم بالصفات، وأحيانا كان يقرأ في الركعة الواحدة من صلاة الفجر بالثلاثين آية، وفي الظهر بأواسط أو قصار بأواسط أو طوال المفصل، وفي العصر بأواسط المفصل، وكذا في العشاء، وأحيانا قرأ في العشاء بقصار المفصل، وفي المغرب قرأ كان يقرأ بقصار المفصل وقرأ فيها بطول الطولين سورة الأعراف يظهر في الركعتين، وقرأ سورة الطور في المغرب. فإذا هناك تفاوت، فكما ذكرنا الحد الأدنى من صلاته عليه الصلاة والسلام هو الأمثل الذي يسع الناس، والحد الأعلى هو الذي يحتمله من يكونون معك تحديدا، بمعنى أنهم يقبلون التطويل بهذه الطريقة. أما أن يعمم التطويل جدا على من لا تعرف يعني الأمر، فهذا في صلاة الفريضة لا يشرع، كما يفعل بعض الأئمة إذ يجعلون القراءة في العشاء والتراويح على نسق واحد. فأما التراويح فالأمر فيها أهون، لأن من شق عليه استطاع الخروج من الصلاة أو أن يكمل الصلاة منفردا. أما الفريضة فالأصل أنه يجب أن يكملها ما لم
يطول الإمام تطويلا يشق. أنا يعني في الختمة وبالتالي وبعضهم في التطويل. أنا الذي أحبه في مسألة الختمة أن يكون كما قال الرسول بن عمرو بن عبد الله بن عمرو العاص: اقرأ القرآن في كل شهر. والكلام ده معروف إن هو مأموم، إن هو إذن هو في قيام الليل، يعني ما كانش بيقول له اقرأ القرآن بعدما أقرأ أنا جزءا أكمله أنت. لا أنا أقصد إيه دخول الفريضة، فريضة العشاء. ما أنا بقوله الرسول لما قال لعبد، إحنا عندناش دليل على فكرة عن الختمة إلا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والأثر عن الصحابة وكلها في قيام الليل. فالأحب إلي ذلك أن يقرأ في العشاء بقدر يسير، بقدر أوسط المفصل كما ذكرنا بالشمس وضحاها والسماء والطارق ونحو ذلك، بحيث لا أو قدرها لو أراد أن يدخلها في الختمة فيكون بهذا القدر ولا يطول على الناس في هذا الباب. بالنسبة يعني من الأمور المهمة يعني في هذا الباب هو استغلال إقبال الناس على القرآن ومساعدتهم من خلال الكلمة التي تقال، وليست هذه ببدعة بل هي لتحقيق الترويح، الترويح بين الركعتين. صلاة الترويح سميت كذلك لأنهم كانوا يستريحون، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا ويعني يستريح فترة ثم يصلي أربعا في كل الموضع في الموضعين لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فوجود يعني كلمة للتذكرة ليست بدعة لأنها ليست مقصودة بذاتها، وإنما المقصود منها هو تحقيق الترويح وعدم لغو الناس أثناء الكلام. فيكون أنا يعني أرجح أن يكون ذلك حول معاني الآيات التي يتلوها الإمام، أو أن يكون ذلك في إصلاح القلوب أو في توضيح قضايا من قضايا التوحيد التي يقع فيها خلل عند الناس. هذه القضايا من أهم الأمور التي يلزم توضيحها وتعليمها للناس مع اجتماعهم في المساجد، مع عدم التطويل في الكلمة حتى يتسنى يعني في مجموع الأمر أن لا يشق على المأمومين، والله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.